سايب يجي مرة يقول لك السلام عليكم ماشي، بس انا قاعد 200 ما اصبحت. يا عم حجازي والله العظيم انا ما عندي زمن، انا يا عم حجازي اترفدت من 60 شركه يا اخي، اسال البنك ده يا الله لميت فيه يا اخي، انا ما عندي زمن، البنك ده ما بيعرف زمن، والله الشاي شاربه والقهوه شاربه وفطرت اسعد ومارق، على الله خليني يا اخي امشي. شريت انت منو؟ انا الكرار ود الزين ود محمد. الكرار؟ ايوه ما شاء الله الكرار يا اخي. الله يبارك فيك. يعني ماشي فينا زي حوفه ساكت، انا اقول السلام عليكم ولا نكرمك ولا يعني نكرم مسواك، ساكت يعني تمشي هنا. انا كنت داير اسلم عليك لكن خاطر من خشمي والله. ما سلمت علي من الاول من بديت والله يا عم حجازي، تقول ساكت انت يعني السلام عليكم ما تقوله؟ طيب بس مستعجل ما عندي زمن. لا والله بتمشي مني ساكت؟ لا يا عم يا عم حجازي اسمعني يا اخي، اشتغلت في البنك انا ما شاء الله بيض موظف بنكي. آه ما شاء الله اسمع انا والله ما عندي زمن، اقسم بالله ما عندي زمن والله والله. لا اديك اي حاجه شاي يا بارد ان شاء الله كرفيت. يرفضوني لكن ان شاء الله كرفيت تبلت يا عم حجاز والله تمني قاعد يا عم حجاز على جنب. هو الحل شنو يا ابو يعني؟ الحل شنو كيف يا اخي؟ يا اخي جدك ده انا ما اعرف اعمل له شنو يا اخي. جدك ده يا اخي ناس الجامع بعد الصلاه جاء عزموا لي هنا شاي والليجيمات والليجيمات كملة سوينه قراصة والقراصة كملة في النهاية لحقناهم بليلة ما دافع من جيبه يا أخي. أنا زادي عدمني أنا عدمني. هاي يا أبو يعني جدد أنت ما عارفه الكرم الزايد الحاصل عليه وده يا أخي. جدك ده دافع من جيبه؟ ما دافع حاجة من جيبه. أنت بتقول منجدك هنا، والله العظيم أنا منجدني هنا وهناك الاثنين. طيب أنا أعمل شنو يعني؟ ضمنك كمان جاي هنا سيدة. شوفوا ضمنك ده من ايه ده؟ قاسم 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 منو؟ قاسم راجل بنتك سعاد. سعاد حرزت؟ اه قاسم القاسم اي احنا دخلت الزول؟ دخل ولا ده الصالون طوالي يا ما تتكلم اصلك كمان ما دار تبقى يقول علينا ناس بخلة نحنا؟ نحنا بخلة؟ ما دخلوا الزول واكرموه وجيبوا له الحاجات يعني اطبخ له يا عم حجاز. قول له وسهل ان احنا ناس حجاز زي الناس كرمه يقول علينا ناس بخلع. انت لازم يعني انا على زيك بتسعكت ما انت لازم تقول زول كريم وتكرمه. امشي امشي يا انت تمشي اكرمته ولا ما اكرمته؟ تمشي يا سي طوالي تكرمه وتقعد قاعد ناس انت قول امشي اكرمه لحد ما انا اجي اسلم عليه امشي. لكن انت ما قوم بتعمل امشي الله يوفقك كذا تمشي. زول بخيل بخيل انا والله زاد كان عارف زاد ما كان عرس ريك سعاد. هي لا سعاد عرست جزم. ايوه جزم مرحب. ها لقيت زادك الباب؟ ها لقيناه. ها كرمتو؟ اكرمه كذا. لا 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 شو بس ما في كلام، حتى عيالنا تكرموا حتكرموا. لا لكن انت ما قلت لك انا ما بقصر مع اي حاجه يعني تكرموا شوف يعني اهم حاجه زول بي مره عبر سبيل تقربه. يا عم حجازي ليك وانت فهمني. هاي انت فهمني يا هاي بفهمك. الضيف الجدا هاي ما بني ادم. ما بني ادم دي الحماره دي حماره هاي عليها الطلاق تكرموها. جيبوا لها عيش علقوا لها مع كبده الرطبه.